هذا السؤال الأول يقول في صاحبه: ما قولكم شيخنا في من يعظم علماء الأشاعرة دون التنبيه على عقيدتهم المخالفة لمنهج السلف؟ طبعا هذا لا شك بأنه خلل، ولا شك أنه ينبئ عن أمر قبيح، ونحن لا نريد أن نتهم النيات، لكن من كان عالما بأن هؤلاء خالفوا منهج السلف، فإن أراد أن ينقل عن بعض العلماء ممن كانوا يعني مخالفين لمنهج السلف فعليه أن يبين، خصوصا عند حاجة الناس إلى البيان. الناس اليوم يحاولون نشر هذه العقائد الباطلة بكل ما أوتوا من الوسائل، ويحاولون الترغيب فيها، ويحاولون التضييق على ما يخالفها من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإن العاقل الذي يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هدى من ربهم يعلم أن من خالف طريقتهم فهو ليس على شيء. فإن نقلت عن بعض العلماء الذين عندهم فضل وعندهم شيء من الخير، ولكن عندهم شيء من العقائد المنحرفة، فينبغي أن أنبه على ذلك. فمثلا تنقل عن بعض العلماء وتقول بأنه قال فلان رحمه الله تعالى، مع الإشارة إلى أنه كان أشعريا، أو كان فيه اعتزال، أو كان فيه شيء من الرفض، أو كان فيه شيء من البدعة، كي لا يغتر الناس بذلك. لأن المشكل دابا الآن هو قضية النصح، نحن نحتاج إلى أن ننصح الناس وأن نبين لهم وأن نكون صادقين في نصحنا لهم. أنا من اللي غادي نقول لك قال فلان دون الإشارة إلى ذلك، فإنك ربما تحسن الظن بي، فتحسن الظن بمن نقلت عنه، وأنني لا أنقل إلا عمن كان مرضيا عندي جملة وتفصيلة، لأن الناس ماشي كلهم عندهم هذاك الوعي الإدراك التام. راه كاين اللي كيقول إوا راه فلان راه ذكر لنا في الدرس فلان ونقل لنا على الشيخ الفلاني دون أن ينبه، إذن هذا مزيان. فيعكفون على كتبه وعلى تقريراته، وربما درسوا عقيدته واستحسنوها. فلذلك ينبغي التنبيه على مثل هذا، راه هذا الشيخ راه عنده كذا وكذا. كما ننقل مثلا عن مثلا قلنا على الكفار وكانوا صراحة، خلاص كنقول لك مثلا قال المستشرق الفلاني قال كذا كذا، كنقل عليه شي حاجة نافعة في أمور الدنيا ولا كذا، ولا شي حكمة مثلا يستفاد منها. ولكن أن أذكر رجلا مسلما من أهل العلم عنده خلل في المعتقد ثم لا أنبه، هذا أعتبره، وقد أكون مبالغا، أعتبره غشا للمسلمين. لا أقول بأن الذي يفعل ذلك يقصد غش المسلمين، قد يكون متأولا، قد يكون يعني غير مدرك لما يفعل، يقول لك ودينا ما بليش كاع وقت ما ذكرنا قال فلان نقولوا راه كذا. لا، أبين، لأن الناس يحتاجون إلى بيان، خصوصا عند هذه الاختلافات وعند هذا الهرج والمرج. الناس لا يعني عندهم اختلافات، وكاين تشجيع لهذا يعني المناهج وإبرازها وإظهارها على غيرها من منهج السلفي القويم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا. هل كان مالك أشعريا؟ هل كان الشافعي أشعريا؟ هل كان أحمد أشعريا؟ هل كان أبو حنيفة كذلك؟ ما كانوا أشاعرة، كانوا على منهج السلف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عاد قال ثم يفشو الكاذب كذا، عاد ظهرت البدع في العقائد وغيرها. فلذلك نحن ننشر منهج السلف الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وكان عليه الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا نقلنا عن غيرهم مما يعني نستحسنه ولا نجده عند غيرهم فنبين، كي لا يعني يغتر الناس بذلك. وهذا قد وقع لبعض
العلماء يعني اغتروا بهذا، فتبعوا يعني المنقول عنه، فأخذوا ينهلون مما ألف ومما كتب حتى صاروا إلى هذه المناهج المنحرفة عياذا بالله. أسأل الله عز وجل السداد والتوفيق.